هنا القاهرة. في طريق النور. أهلا بك أيها المستمع الكريم إلى حلقة جديدة في طريق النور، تظللنا معا كلمات وضيئة بالإيمان، عامرة بالمحبة والسلام. قصدت حماك، ألتمس الصواب، ودعوت فلتجعله يا ربي دعاء مستجابا. من رام بابك يا إلهي لم يجد الله بابا، ورأى الوجود بغير أن ترضاه يا ربي سرابا. يتلو هداك ويستعيد سطور هديك والكتاب، ويرى الحقيقة لا قناع ولا ضلال ولا حجاب. من قبل أن يلقاك يا ربي ويلتمس الحساب، وفؤاده المحزون يملأ ليله دمعا مذابا. الفجر لاح ونور الدنيا وقد غمر الشعاب، والعمر من غير الفلاح يصير قفرا أو يبابا. لم ألتمس نور الهدى إلا وذللت الصعاب، ودعوت ربي آملا بيد الرضا منه الجوابا. شكرا لمن رفع السماء مقاما، تعنو الوجوه لعرشه إعظاما، والقلب يدعو سجدة وقياما، ويذيع شكرا في الوجود دواما، والروح قد ملئت هدى وهياما. يا ربي باركنا لديك كراما، جعلوا هداك محجة وإماما، والحق فيهم غاية ومراما، وامنحهم من فيضك الإلهاما، حتى نعز
بعزك الإسلام. في طريق النور لقاء أسبوعي يعده ويقدمه فاروق شوشك.